خايفه كانوا لبعض الاطفال، اوكي، اوردتهم ضعيفه تكون، فتخشى انه تصير ازمه، ما راح نطيق كارثه، ما راح نطيق كله كانيولا، بمعنى انا ما راح نطيق انطينه انستيزيا، لا اكو خيار اخر اللي هو الانهاليشنال، اوكي. مثلا اكو مرضى ما يقبل ياخذ اي في، هو ما يقبل، يعني انا ما اقدر اجبر مريضي على شيء. هذه من الشغلات المهمه اللي بيها. مساوئ انه مثل ما قلنا قبل شويه، انه تخلي ممكن يصير عندي اير بوليوشن، لان انا قاعد ادفعها من قناني، قد تكون هذه بها نوع من الملوثات تدخل الى جسم المريض. الشيء الحلو بانه هي رابيد اكشن، تشتغل بشكل سريع جدا، ومفعولها يكون نوعا ما سريع، يعني بمجرد انه تشتغل وقتها قصير. ولهذا تركيز هاي الانهاليشنال ليس بالعمليات الطويله الميجر سيرجري اللي تاخذ لها ساعه وساعتين وفوق، لا، تفيدنا خلينا نسميها الدي كيس، العمليات السريعه اللي مثلا تستغرق لها مثلا ربع ساعه، نصف ساعه، تفيد ايضا اطباء الاسنان مثلا من عنده فد شغلاي لمده نصف ساعه يريد يشتغل بسرعه، يعني بالعمليات اللوكال ايضا تفيدني انه اريد اشتغل بسرعه، ما مثل الاي بي انستيزيا من نوع الجنرال، هذيك لا تفيدني بالعمليات الطويله. طبعا الادويه اللي استعملها عندي ست ادويه عليها، اللي هي اول دواء نركز عليه اللي اسمه نايتروس اوكسايد. النايتروس اوكسايد بينه اسم اخر يسمونه غاز الضحك، اذا كنت سمعتم بهذا الشيء. عندنا الاثير والهالوثين والايزوفلوراين والسيفوفلوراين والديسفلوراين، هذول كلهم ضمن عائله واحده من جماعه الفلوراين، لكن احنا هسه ناخذ واحد واحد بشيء من التفاصيل حتى ان شاء الله نخلص المحاضره. تركزون الله يخليكم على النيتروس اوكسايد، لان هذا نركز عليه، لان تجي علينا اسئله كثيره. هذا النيتروس اوكسايد هذا يعتبر كفيرست، اول غازيوس انهاليشنال ايجنت، اول واحد تم استعماله بصراحه، اول واحد تم استعماله، والى حد هذا اليوم اوكي احنا نستعمله وبكثره. نخلطه طبعا، هذا ما يعطى بيور، يخلط مع الاكسجين ويعطى للمريض. هو شغله ضعيف بصراحه، يعتبر كويك انستيزيا، ولهذا يستعمل العمليات البسيطه فقط. يفيدني بالاندكشن، ممكن انه انا من ابدي العمليات الكبرى، ممكن انا مثلا اول نص ساعه اعمل له اندكشن وارجع بعدين اكمل بالاي في. الشيء الحلو بصالحه انه فيري جود انالجيسيا، يعني ينطي فد مسكن من الالم جدا قوي، تماما يخلي المريض يفقد الالم، بس مشكلته انه تيراتوجينيك، يعني اخلي ببالي هذا الاحتمال بالنسبه للنساء، نخاف انه لا تكون حامل او انه مخططه تكون حامل في الفتره القصيره بعد العمليه، اكون حذر من هاي النقطه. مثل ما قلنا انه بس مشاكله انه يخوفنا مرات، يعمل لنا اير امبوليزم، نيموثوراكس، اكيوت انتستانال اوبستراكشن، انتراكرينيال اير، يعني يسموها تنشن نيموسيفالاس، وممكن انه بالمونري اير سيست. تعرفون لان احنا هذا من راح ادفعه راح يدفع بضغط فيدخل بقوه الى الرئتين، فخوفنا من هاي المشكله انه من قوه الضغط اللي تندفع، طبعا هو يخلط مع الاكسجين بنسبه معينه، لان هذا مشكلته انه يزيح الاكسجين من الهيموغلوبين، فيتنافس معها مع الاكسجين على الهيموغلوبين، ولهذا اعطي معاه تركيز عالي من الاكسجين. اوكي، بنعمل الخلطه هي عباره عن 30% نيتروس اوكسايد و70% تركيز اكسجين، يعني الضعف، حتى اشني يصير منافسه انه الاكسجين ايضا ياخذ اماكن بالهيموغلوبين، ما بس يترك المجال للنيتروس اوكسايد. بمحاسن بمساوئ مثل ما قلنا، هذا من راح ادفعه بقوه داخل الجسم احتمال يعمل لي هاي المشاكل، انه اير امبوليزم من قوه الضغط، احتمال يخترق ريسبيراتوري الفيلاي ويدخل، يعني اير فقاعات من الهواء صغيره تدخل الى يعني الى البلود سبلاي وتمشي وتصل الى الهارت، ممكن توقف لي واحد من الصمامات مال القلب اذا تكومت بكميات كبيره، او ممكن تدخل لي في الرئه، يعني بالتغذية الدموية مال الرئة، اوكي، ممكن تعمل لك نيموثوركس بكل سهولة، ممكن تعمل اكيد انتستان بستركشن ايضا، يعني ينزل، لان هذا احنا من ندفع الاكسجين مع النيتروس اوكسايد، احتمال قسم منه يعبر على الاسوفيجاس، يعني صح يعبر على الاسوفيجاس ويعبر على الاستومات وتنفخ
الباول ويصير بها التواء فتقفل، يصير عندنا اكوت انتستينال اوبستراكشن. ممكن المشكله من التركيز العالي قد تعبر، يعني هاي الاير بابلز الصغيره ممكن تمشي مع البلس سبلاي تصل الى البريم تسد لنا البلود بريم مشاكل. اوكي؟ بالاضافه حتى قد وصلت ولو هي رير انه انترا اوكليار اير بابلز. اوكي؟ وهي هاي مشاكل، لكن عموما يعني تفيدنا اكثر في حالات مثل ما قلنا الشغلات الموضعيه. الاثير ايضا هو يعتبر من المواد المستعمله، مشكلته انه فليمبل يعني قابل للاشتعال، ولهذا نكون حذرين جدا، يعني اي مصدر كهربائي قريب لازم يعني نبعده عنه، لا سمح الله احتمال يصير انفجار بينه. مشكله يكون اريتنت، ويعمل نوع من الكاردياك ايريجولاريتي بالكاردياك اوبوت ايضا. والشغله الوحيده اللي صالحه انه برونكو دايليتر، يعني مرات انا مثلا اتحذر من نيتروس اوكسايد بالمرضى اللي عندهم برونكيال اسما. اوكي؟ فاخاف لان لا يصير عندنا مشاكل برونكوسبازم، فقم اضطر اخذ احولهم على الاثير، لان هذا الاثير يعمل برونكو دايليتر. تمام. الهالوثين ايضا يستعمل بكثره. الصفات الحسنه بينه انه نن فليمبل غير قابل للاشتعال، نن اريتنت غير مخدش. بس مشكلته يعمل لي ريسبيراتوري ديبريشن، هاي المشكله المزعجه بينه. اما لجماعه الاخيره اللي هي الايزوفلورين والسيفوفلورين والديسفلوران، هذول كلهم من ضمن سبيس او من ضمن جروب معين، بشكل عام يتشابهون انه هم اشني يعتبرون من احدث الجروبات اللي تم اعطائها كانهليشنال انستيزيا. نن فلينبل غير قابل للاشتعال، نن اريتنت اوكي مفعولها كلش افكتيف، لكن مشاكلها بشكل عام تعمل ريسبيراتوري ديبريشن وتاثر شيء قليل على الكارديو فاسكولار سيستم، تعمل لي شيء قليل من الهايبوتنشن من التكي كارديا. اوكي زين، الى هوني احنا خلصنا النوع الاخر اوكي من انواع الجنرال انستيزيا اللي هي الانهاليشنال. انا مثل ما قلت تحفظوا لي على الاقل رؤوس نقاط الادويه المستعمله، تركيزكم على النيتروس اوكسايد وعلى الهالوثين وعلى الجروب الاخير، يعني بس رؤوس نقاط انه تعرفون كل واحد مثلا ايش هي الشغلات الحسنه معانا وايش هي الشغلات السيئه. اوكي؟ تذكرون وحده من الامور اللي حكيناها قبل شويه انه من ضمن الجنرال انستيزيا حتى نحافظ قلنا البروتوكولات هي ما خمسه، بري ميديكيشن وبري اوكسجينيشن واندكشن ثم مينتنس ثم ريكفري. المينتنس من ضمن الامور حتى احافظ على ديمومه التخدير اثناء العمليه نعطي ما يسمى بالمصر ريلاكسنت. المرخيات مع العضلات اوكي من ضمنها، وايضا لا تنسون قبل شوي من قلنا الاعمده الخمسه الخاصه بالانستيزيا، وحده من عندهم اللي كانت رقم ثلاثه مصر ريلاكسيشن. فاذا هي هاي، انا شلون انا اعمل مصر ريلاكسيشن في جسمي حتى يرتخي جسمي تماما، فالطبيب الجراح ياخذ راحته اثناء العمل اوكي، حتى لا مثلا عنده عضله متقلصه ما يطيق يفتحها ما يطيق يعمل. اوكي عندي طبعا هي هاي تشتغل عن طريق السنترال نيرفس سيستم وعن طريق البريفرال نيرفس سيستم. اوكي تنطي اعازات، انه تعرفون انه بالفيزيولوجي عندنا النيورو ترانسميتر اللي هي تصل من السنترال نيرفس سيستم الى البريفرال نيرفس سيستم تنتقل. هذا الاسيتال كولين هو اللي ينقل الاعازات العصبيه، ينقل المسج الرسائل العصبيه، حتى مثلا يا عضله الفلانيه ارتخي، يا عضله الفلانيه تقلصي. اوكي فاحنا هاي العلاجات تشتغل على هاي الماده، تحاول انه تتنافس معاها حتى اشني تسد لنا الريسبترز، تسد الريسبترز اللي المفروض الاسيتال كولين يجي يتحد مع هاي الريسبترات حتى بالنتيجه نحصل على ارتخاء للعضلات. زين الانواع طبعا نقسمها الى قسمين. النوع طبعا اللي الاول يسموه ديبولارايزنج،
اللي هي يسموها شورت اكتنج، قصيره العمل، اللي هي نون كومبتيتيف، ما تتنافس مع الاسيتال كولين. هذه اشهر مثال عليها اللي هو اسمه سوكساميثيون. هذا المثال طبعا اللي هو اشهر واحد من عندهم، هذا شبيه بماده يعني الاسيتال كولين، مثل ما قلنا هذا النيورو ترانسميتر المسؤول عن النقل، فيجي انه يشتغل معانه حتى يضبط عمله، فبالتالي تحصل انت على الارتخاء بالعضلات. وعندنا النوع الثاني اللي هي بنسميهم نون ديبولارايزنج، اللي هي بالعكس يكونوا لونج اكتنج، شغلهم طويل وكومبتيتيف، يجون يتنافسون مع الاسيتال كولين على الريسبتورز الموجوده بالعضلات حتى ايشني يخلون بها ارتخاء. اللي هو المثال عليه اسمه تيوبو كيورين، تيوبو كيورين. هذا طبعا مشكلته مثل ما قلنا انه لونج اكتنج، يعني من نعطيهم لازم نتحذر، نعطيهم فقط بالعمليات الطويله، نخليهم بالعمليات الطويله اللي تاخذ ساعات طويله. اوكي. ايضا اكو فد علاج من ضمنها اللي هو السكولين، ايضا هذا من ضمن اللي هي نسميها نون ديبولارايزنج الكومبتيتيف. ايضا هذا اللي ذكرناه قبل شويه، هذا من الانواع الحديثه، لكن هو هسه حاليا عندنا الاخر اللي هو السكولين. اوكي. ايضا اكو نقاط عليه، انه مثلا هو رابيد اكشن، رابيد اونست اوف اكشن، يحتاج 15 الى 45 ثانيه حتى يشتغل، تقريبا يطول له 10 دقائق. مشكلته يعمل برادي ويعمل لي فاسيكوليشن، ترشح العضلات هي مرتخيه، لكن هاك جزء معين من عندها يسبب لي نوع من الرعشات. ممكن يعمل لي ابنيا، و ايضا يزيد لي الانتراكرينال بريشر. اذا الملخص النهائي، يعني انا اللي اريد من عندكم انه تعرفون شيء، اكو شيء اسمه مصر لاكسنت، مرخيات للعضلات اللي هي نستعملها في العمليات الجراحيه حتى نحافظ على المينتنس اوف انستيزيا. تنقسم قسمين، عندنا القسم الاول اللي هي نسميها نون ديبولارايزنج، اوكي، اللي هي دائما تكون شورت اكتنج نون كومبتيتيف، واكو ديبولارايزنج، اوكي، اللي هي تكون كومبتيتيف. هذا بس المطلوب، يعني اكثر من هذا الشيء انا ما بصراحه ما اريد تفاصيل اكثر. أنا بالنسبة لي خلصت المحاضرة الثانية أيضا. إذا عندكم أي سؤال، أي استفسار، حتى إذا ماكو شيء حتى نختم المحاضرة. على الأسبوع الأحد الجاي إن شاء الله نلتقي، حضوري إن شاء الله لباقي المحاضرات، ألتقي بكم وأعطيكم إياه. مصطفى تسمعني؟